انخفاض درجات الحرارة وزيادة كميات الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة على بعض المحافظات والتي قد تصل إلى رعدية أحياناً، والأرصاد الجوية تحذر من ظاهرات جوية خطيرة. فماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية وما هي الظواهر الجوية التي حذرت منها وما هي المحافظات المتوقع سقوط أمطار رعدية بها؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال تغطيتنا الجوية الآن مع حضراتكم، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلال ساعات الليل من اليوم سيكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. والآن دعونا ننتقل لفرص سقوط الأمطار التي سنشهدها اليوم، حيث يشهد الطقس اليوم فرص لسقوط أمطار متوسطة في المساء ورعدية أحياناً بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وستكون الأمطار على فترات متقطعة. ويشهد الطقس اليوم أيضاً نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا. والآن دعونا نتابع مع حضراتكم تطورات ظاهرة الشبورة المائية التي دائما ما تحذر منها هيئة الأرصاد الجوية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وأيضا وسط سيناء وشمال الصعيد. ويظل التحذير الوحيد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس هذه الفترة من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، حيث تسببت الشبورة خلال الأيام الماضية في غلق 5 طرق رئيسية ووقوع بعض الحوادث. واليوم أيضا سيكون هناك أمطار متوسطة مساء وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة. فاليوم سنشهد شبورة مائية صباحا وأيضا سقوط للأمطار في باقي ساعات اليوم. وفي سياق متصل، قدمت وزارة الداخلية بعض النصائح للمواطنين أثناء القيادة في وقت حدوث الشبورة لتفادي الحوادث، وأهم نصيحة كانت مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن من التوقف الآمن. أيضا يجب التأكيد أو استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، وأيضا مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك خاصة في وقت الشبورة المائية. ونصحت أيضا وزارة الداخلية بضرورة التأكد من مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة وتعيق طبعا الرؤية أو النظر. أيضا يجب عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، ويجب التأكيد على عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرض للخطر والحوادث. وأيضا يجب زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة وعدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية. وأخيرا يجب تجنب الثقة الزائدة في القيادة وتخطي السرعات المقررة قانونيا. أيضا تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية الكثيفة. بالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيها يتراوح ما بين 2 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج في البحر الأحمر سيتراوح ما بين 1.5 متر إلى 1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وعلى المواطنين الالتزام بتعليمات المرور وذلك لتجنب حدوث حوادث على الطرق السريعة أو على الطرق بشكل عام، وأن اليوم هناك زيادة في كميات الأمطار وتحديدا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. ولفتت إلى أن محافظات مطروح والإسكندرية ستتأثر بأمطار خفيفة لمتوسطة، ولذلك فعلى الجميع متابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد. والآن دعونا نستعرض مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم بمختلف المناطق. القاهرة الكبرى والوجهة البحرية ستكون درجة الحرارة العظمى 21، الصغرى 15، السواحل الشمالية 22-13، جنوب سيناء 27-18، شمال الصعيد ستكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات، وجنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة. مشاهدينا إلى هنا نصل معكم لنهاية تغطيتنا الجوية، وطبعا بالطبع لازم ولابد أن نؤكد ونعيد على حضراتكم تحذير هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر بسبب الشبورة، وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لتفادي نزلات البرد بسبب انخفاض درجات الحرارة. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.